كشفت تركيا سوء نواياها ومقاصدها مما سمت حماية الشعب السوري، حيث قامت بتتريك بعض الأقاليم السورية تمهيدا لضمها إلى الأراضي التركية، بالإضافة لإدخالها مؤسساتها الخدمية وموظفيها لمدن الشمال السوري لتكشف بما لا يدعو مجالا للشك عن وجهها الاستعماري. في خرق واضح لكافة مبادئ القانون الدولي وميثاق منظمة الأمم المتحدة المعنية بسلامة الوحدة الإقليمية للدول ذات السيادة وعدم التدخل في شؤون السيادية الداخلية للدول المستقلة ذات السيادة، كشفت تركيا بكل غطرسة وسفور عن نواياها الخبيثة في سوريا، وأكدت سوء مقصدها مما سمته بحماية الشعب السوري، حيث أصبحت البراهين ساطعة والأدلة دامغة على أن النظام التركي يطمح في تتريك بعض الأقاليم في سوريا تمهيدا لضمها وعلى الأرجح الشريط الحدودي مع سوريا إلى الأراضي التركية. وبينما تدعي تركيا عدم رغبتها في البقاء بالأراضي السورية، إلا أنها بدأت سريعا إدخال مؤسساتها الخدمية وموظفيها لمدن الشمال السوري التي سيطرت عليها قوات موالية لها في إطار ما يسمى عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون، كاشفة بذلك عن وجه استعماري قديم متجدد يشمل كذلك الاستيلاء على منازل السوريين وتغيير أسماء بعض الشوارع بأخرى تركية وفرض التعامل بالليرة التركية. وعلى سبيل المثال، تقدم مؤسسة البريد والبرق التركية BTT خدماتها في المناطق السورية للموظفين الأتراك والمواطنين السوريين معا في المنطقة، حيث تلبي المؤسسة احتياجات الصيرفة والخدمات اللوجستية والشحن، وتقدم رواتب المدرسين والموظفين العاملين في وقف المعارف التركي بالمنطقة والجنود الأتراك، فضلا عن رواتب الشرطة المحلية. وتعتبر بوابة التعليم هي الخط الأخطر في عملية التتريك الجديدة، نظرا لفرض اللغة والتاريخ التركيين على الطلبة السوريين بكل ما يحمله ذلك من عملية تزوير للعديد من الحقائق والوقائع التاريخية والثقافية والعلمية على حد سواء، من وجهة نظر تركية عثمانية بحتة، إذ تواصل تركيا توزيع الكتب المدرسية على 360 ألف تلميذ داخل المناطق التي احتلتها شمال سوريا. ويشرف مدرسون أتراك على تنسيق أعمال توزيع الكتب على المدارس في مدن عفرين وجرابلس والباب وعزاز وجوبامبي وأختارين ومارع. الجدير بالذكر أنه في أكتوبر تشرين الثاني أصدر ما يسمى المجلس المحلي للمعارضة مجموعات مسلحة مدعومة من تركيا في مدينة عزاز بريف حلب تعميما يلزم السكان باستخراج بطاقات هوية جديدة لاستخدامها في الدوائر الرسمية بالمدينة، متوعدا المتخلفين عن حيازاتها بالعقاب. وبحسب التعميم فإن البطاقات الجديدة لها رمز ونظام خاصان مرتبطان بدائرة النفوذ في تركيا، مع إشارة إلى أن التجربة سيجري تعميمها في جميع المناطق التابعة للقوات المدعومة من تركيا. الخطوة اعتبرها محللون محاولة إحداث تغيير داخلي في هوية السكان المحليين في مناطق ريف حلب التي ما زالت تسيطر عليها، بما ينذر بتشويه الهوية الوطنية السورية لسكان هذه المناطق رغما عنهم. والحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع، يسعدني أن أرحب بضيفاي، مع من باريس الأستاذ عماد نجار كاتب سوري، ومن أورفا الأستاذ مضر الأسعد محلل سياسي. ضيفاي الكرام أهلا بكم على شاشة قناة اليوم. أستاذ مضر، لو بلش من عندك، مساء الخير. يا مرحبا، مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. أهلا بك أستاذ مضر. سمعت إلى التقرير، ووفق التقارير الصادرة من شمال سوري، أنقرة تسعى لتتريك سبع مدن سورية من بوابة التعليم والخدمات. أولا أخي الكريم، حقيقة لا يوجد من هذا الشيء نهائيا، لا يوجد عملية تتريك نهائيا. أولا إذا جئنا إلى عملية التدريس أو عملية التعليم، أولا تركيا نعم أنشأت مدارس وأعادت تأهيل جميع المدارس، وكذلك أنشأت بعض الجامعات في الداخل السوري، ولكن المنهاج هو منهاج سوري ومنهاج باللغة العربية، وتم طباعة الكتب بمعرفة الجهات المختصة في الثورة السورية إذا كان الائتلاف أو الحكومة السورية المؤقتة، وتم طباعة 3.5 مليون كتاب وتم توزيعها إلى جميع الطلاب في المراحل المختلفة. وحتى التعليم الموجود، حتى التعليم الموجود في تركيا هناك مدارس ومعاهد خاصة سورية تعلم الطلاب السوريين باللغة العربية، وخاصة امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، وكذلك الشهادات الثانوية والإعدادية الموجودة في سوريا والتي حصل عليها الطلاب في سوريا هي معترف بها في تركيا ويمكن التسجيل فيها بالجامعات، حتى أن جامعة ماردين تم تخصيصها للطلاب السوريين وهي باللغة العربية. طيب، وموجودة جميل في مدينة ماردين. نعم. أستاذ مضر، خليني أروح لعند الأستاذ عماد. رحب فيه أستاذ عماد. مرحبا. مرحبا صديقي وعد، يسعد مساك ومسا السادة المشاهدين.
أهلا بك أستاذ عماد. يعني بداية استمعت إلى ما تفضل به الأستاذ مضر حول نفيه لموضوع التتريك في الشمال السوري، ولكن إذا سلطنا الضوء أكثر على موضوع المؤسسات الخدمية وكل الرموز هناك وما يوجد على المستشفيات والمدارس والبلديات، أعلام تركيا، صور أردوغان، كيف تقرأ وتفسر ذلك أستاذ عماد؟ يستطيع أتباع الثورة السورية يا صديقي أن يقنعوك أو يظنوا أنهم يستطيعون أن يقنعوك بأن يعني الشمس تصدر ضوءا أسود إن أرادوا ذلك. يعني لا يخفى على سوري اليوم ويعني خاصة من أبناء المناطق التي تسمى بالمناطق المحررة، لا يوجد سوري لا يعرف ما الذي يحدث في تلك المناطق، خاصة في مناطق الشمال الحلبي وأنا ابن مدينة مارع. كل ما يجري في تلك المناطق يدل على أن تركيا تعمل على اقتطاع هذا الجزء من الوطن السوري وضمه إلى تركيا، بدءا من يعني محاولات إنشاء بنى تحتية تابعة بشكل مباشر لتركيا، حل الشرطة الحرة التي كانت تتبع للسوريين والتي كانت يعني تتلقى دعما أمريكيا وبريطانيا من أجل إنشاء شرطة حرة تابعة لتركيا. لم يتوانى تركيا على يعني أن يعين أفراد لا يحملون شهادة الثانوية العامة في بعض الأحيان كضباط في الشرطة التركية، وهناك أسماء عديدة في الشرطة الحرة التابعة لتركيا وهي بالحقيقة لا تختلف عن الشرطة التركية. اليوم هناك مشفى يحتفى بافتتاحه في مدينة مارع تابع بشكل مباشر لتركيا، العلامة التركية في كل مكان، الهويات التي تصدر عن الجانب التركي، عملية التجنيس التي تجري على قدم وساق ضمن مجموعة معينة من أبناء الشمال الحلبي، يعني أشياء لا تعد ولا تحصى. ربط الليرة السورية في تلك المناطق أو ربط التعامل في تلك المناطق بالليرة التركية، يعني أشياء لا تعد ولا تحصى الحقيقة. طيب يعني أنا من الأشياء اللي ذكرتهم بدي روح لعند الأستاذ مضر وركز شوي معه على موضوع الهويات. أستاذ مضر، لو ما كان في نية تركية واضحة لتتريك هذه المنطقة يقول مراقبون، لما منحت بطاقات هوية مربوطة بالنفوس التركي أستاذ مضر؟ أولا أخي الكريم، البطاقات الموجودة هي بطاقات خدمية من أجل الدخول إلى المشافي وكذلك من أجل الحصول على المواد الإغاثية وغيرها، بينما عملية الدخول بين تركيا وسوريا نعم هذه الهويات هي هويات من أجل التنقل ومن أجل حصر السكان في هذه المناطق ومعرفة من هم العصابات الإرهابية أو الخلايا النائمة وكذلك معرفة أصحاب الأرض من السكان الأصلاء، بينما عملية الدخول والخروج إلى تركيا تتم من خلال جواز السفر السوري الرسمي والأصلي، حتى أنهم يمنعون الدخول إلى تركيا من يحمل جواز السفر السوري المزور. ولذلك أنا أستطيع أن أطمئن كل الشعب السوري على أن ما يجري في المنطقة الشمالية هي إعادة تأهيل البنى التحتية من الطرق والمشافي والمستوصفات والمدارس والجامعات والمعاهد، وكذلك عملية ضبط الأمور الأمنية والأمور العسكرية في هذه المنطقة. وأنا اليوم كنت في اجتماع رسمي مع الحكومة التركية مع الكثير من قادة الجيش الحر وكذلك الفعاليات الاجتماعية والعشائرية في الشمال السوري، وكان الهدف هو عملية تسليم كافة المناطق إلى الفعاليات الاجتماعية والمجالس المحلية وإلى الكتائب العسكرية وكتائب الجيش الحر، وكذلك هناك عملية توحيد كتائب الجيش الحر ضمن الجيش الوطني، وعملية مسح كبيرة للسكان وعملية مسح كبيرة للممتلكات العامة والخاصة في هذه المناطق، بينما نحن نجد هم الأتراك يبنون المدارس والمعاهد والمشافي، بالطرف الآخر النظام السوري يقوم بتدمير المشافي وكذلك بمساعدة روسيا ومساعدة بعض الدول. مشان نكون بصلب الموضوع وكون عادل بتوزيع الوقت والأدوار، أستاذ عماد نجار، يعني موضوع إصدار الهويات برأيكم ما الهدف من ورائه بالتحديد في ظل نفي الأستاذ مضر النوايا التركية لاقتلاع هذه الأراضي وضمها فيما بعد إلى تركيا؟ يقوم الأتراك بمسح المجتمع السوري كما قال السيد مضر، ولكن بالمعنى السلبي للكلمة، يتم مسح الوطن السوري بآليات متعددة. يقول الآن أنه كان في اجتماع مع قيادات تركيا بصفته يعني بأية صفة،
وهناك قادة من الجيش الحر كانوا مع اجتماع، بأية صفة؟ من انتخبهم بشكل شرعي من الشعب السوري؟ من عينهم ليتفاوضوا باسم الشعب السوري؟ يطمئن الشعب السوري وهم اقتطعوا الشعب السوري ودمروا الشعب السوري وباعوا الشعب السوري من أجل مناصب ومن أجل امتيازات ومن أجل أموال ومن أجل مكاسب شخصية، يقول إن النظام دمر المشافي، إن من دمر المشافي المعارضة المسلحة المجرمة التي وللأسف نسبة كبيرة من الشعب السوري اعتقدت في بداية الحراك عام 2011 أنها يعني عبارة عن مجموعات تدعم حراكات مدنية ديمقراطية. من دمر مشفى الكندي والذي كان أكبر المشافي في منطقة حلب المعارضة المسلحة وأبناء الجيش الحر الذين يقول الآن إنهم يتفاوضون مع التركي لإعادة استلام المناطق، ممن تعاد استلام المناطق إن لم تكن هي الآن بأيدي المخابرات التركية؟ قد يكون هناك فعلا آلية لإعادة تسليم كل ما في هذه المناطق إلى المجالس المحلية، وإنما المجالس المحلية التي صنعت على مقاييس الاحتلال التركي. قد يكون فعلا الأتراك ينون تسليم هذه المناطق وهذه الفعاليات وهذه البنى التحتية لأبناء هذه المناطق، وإنما لفئة محددة من أبناء هذه المناطق الذين يقبلون أن يكونوا عملاء لتركيا. ولكن السؤال الأخطر والأهم، عندما تفاوض الحكومة التركية على أن تستلم هذه الأماكن، إذا هي الآن بيد من؟ لو كانت هي في الأساس بيد أبناء هذه البلاد، لو كانت هي في الأساس بيد أبناء هذه المناطق، لماذا تجتمع مع الحكومة التركية ولماذا يعني تتفاوض معها على إعادة امتلاكك لما هو طيب في أستاذ عماد، حق ليس حقك الشخصي طيب، وإنما حق أبناء هذا الوطن من كل الأطراف المؤيد نعم لتوجهاتك والمعارض لها. يعني سؤال وجيه أوجه لك أستاذ مضر، ما قاله سيد عماد تفضل تعقيب منك. أولا أخي الكريم، المناطق هي تحت سيطرة المجالس المحلية وتحت سيطرة الجيش الحر. أنا كنت أتمنى من الأخ عماد الموجود في باريس أن يناشد الأمم المتحدة بمنع سياسة التغيير الديموغرافي التي يقوم فيها النظام بالتعاون مع إيران وروسيا وحزب الله، وكذلك بوقف الانتهاكات الإرهابية وسياسة التكريد في التعليم وكل شيء في منطقة الجزيرة والفرات. وكنت أتمنى بأن يهاجم تنظيم البكك الذي يسعى حاليا على فرض إدارة المنطقة الشرقية طيب. وكنت أتمنى من الأخ عماد بأن يسعى ويعمل على طرد الميليشيات الإرهابية وسياسة تغيير العقيدة في محافظة دير الزور ووقف الهجوم الكاسح من قبل الميليشيات الإيرانية مضر على هجين وعلى غيرها. طيب أستاذ مضر، يعني حقيقة لازم أنا بدوري ضيء على نقطة في غاية الأهمية، موضوع التهجير القصري والتغيير الديموغرافي وأخراج أهالي الغوطة والكثير من المناطق تم بإشراف تركي روسي إيراني. أستاذ مضر لا تنسى هذه النقطة. أولا عزيزي الكريم، تركيا ليس لها علاقة نهائيا بالغوطة وجنوب سوريا ومنطقة الخصير ومنطقة وادي بردة. طيب وينهم أهالي الغوطة؟ طيب وينهم أهالي الغوطة هلا؟ وينهم؟ وين موجودين أهالي الغوطة؟ والتنظيمات اللي كلها خرجت من الغوطة الشمال من أجل إبعادهم عن المجازر التي كان ممكن أن يرتكبها النظام السوري بهم، ولكن تم احتوائهم يعني حالياً في المناطق المحررة. نعم الشمال سمي الأمور بمسمياتها لو سمحت. الأمور بمسمياتها، الشمال من موجود؟ نتكلم عن مناطق درع الفرات وغيرها. أستاذ عماد، يعني الأستاذ مضر ينفي بشدة الدور التركي في عملية التغيير الديموغرافي والتهجير القصري، والآن يعني كل التقارير تؤكد وتفيد بأن هناك تغيير ديموغرافي وهناك انتهاك لحقوق الإنسان وتعليم اللغة التركية وإطلاق أسامي ضباط أتراك قتلوا في عملية درع الفرات على المدارس والمشافي والطرقات وأشياء أخرى كثيرة. أستاذ عماد اسمح لي أنا رد عليه. تمنى علي أن أتحدث عن التغيير الديموغرافي. لم يقم أحد بالتغيير الديموغرافي في سوريا كما قامت بذلك فصائل المعارضة المجرمة، بدءا من أسود داعش والنصرة وانتهاءا بملون الجيش الحر. لأنك وببساطة شديدة وبنظرة واحدة على الخارطة السورية تستطيع أن تكتشف أنه ومنذ أن تسيطر الفصائل المسلحة كما أسلفت من داعش والنصرة وانتهاء بأعداء المعتدلي للجيش الحر، على أي منطقة لا يبقى ولا فرد سوري من غير الطائفة المسلمة السنية المتزمتة. يعني لا تستطيع حتى أنثى سنية
لا تلبس الحجاب أن تتواجد في أي منطقة بدءا من الشمال الحلبي، وحتى عندما حررت القصير، وحتى عندما حررت درعا، وحتى عندما حررت الغوطة، لم يكن هناك تواجد لأي فرد سوري سوى من الطائفة المسلمة السنية المتزمتة، وأنا ابن هذه الطائفة حسب الانتماء بالدم. ولكن هؤلاء من مارسوا التهجير الديموغرافي. على الصعيد آخر، نقلت فصائل المعارضة المسلحة أبناء الغوطة عبر اتفاق دولي تم الاتفاق عليه في أسيتانا، التي تشكل السلطة التركية والنظام التركي أحد أجنحته الثلاث الرئيسية. روسيا هي قائد هذه الأجنحة، والجناحان الآخران هما إيران وتركيا. قامت تركيا باستقدام أهالي الغوطة ليحتلوا بيوت إخوة لهم في عفرين، والآن نرى في داخل هذه المناطق التي تعتبر محررة ولكن هي في الحقيقة محتلة من قبل الاحتلال التركي، نرى هناك يعني أشياء لا يمكن أن ينكرها عاقل. هناك فيديوهات، كان قبل أيام جورج صبرا، ولا أدري ماذا يفعل جورج صبرا في تلك المناطق، وهو ولا يوجد مسيحي واحد في كل أماكن الثورة المحررة. كان جورج صبرا وأحمد رحال يتلقون شكاوى بعض أهالي تلك المناطق عن التجاوزات التي لا تعد ولا تحصى التي قام بها قادة الفصائل القادمين من الغوطة. ما الذي يفعله قائد سابق في جيش الإسلام كقيادي في مناطق عفرين؟ التهجير الديموغرافي مارسته جميع الأطراف. التهجير مارسته جميع الأطراف، لا أستثني من الأطراف أحدا، حتى قوات سوريا الديمقراطية. لأننا وببساطة إن أردنا أن نتوخى الدقة علينا أن نقول أن التهجير الديموغرافي له وسائل متعددة، منها التهجير الديموغرافي بقوة السلاح، وهذا لم تفعله جهة كما فعلته المعارضة المسلحة، لم يفعله النظام ولم تفعله قوات سوريا الديمقراطية. أما النظام فكان هناك نوع آخر من الاشتباك الشعبي. طيب. الذي اصطف فيه، اسمح لي بس لوضح هاي المفردة مشان ما يفكروا الناس انه انا عم بقول قوات سوريا الديمقراطية مثل النظام، مثل المعارضة، مثل داعش والنصرة، لا ابدا. انا عم بقول فصائل المعارضة بالاكراه، بالسلاح، بالقتل، قالوا له انت سني ام علوي؟ قال علوي، قتلوه امام الكاميرات. اما النظام فسياساته غير الواعية وغير المنضبطة، ادت الى تخويف مجموعة محددة من المدنيين العزل من أبناء الطائفة السنية، فهربوا. طيب. من أماكن سيطرة النظام. طيب. قوات سوريا الديمقراطية لم تفعل لا هذا ولا ذاك، وإنما مجرد وجود جناح محسوب على قومية كانت. طيب. مهمشة منذ 100 عام، مجرد وجود هذا الجناح وأعني به الأخوة الأكراد في مكان اعتاد العرب على أن يكونوا الأكراد مواطني درجة ثانية، مجرد ما صار الأكراد مواطني درجة أولى مثلهم مثل العرب، بدأ بعض العرب بالتقوقع والتخوف، وهذا أدى أيضا إلى تحول ديمغرافي. طيب. ولكن الجرائم ارتكبت. طيب. أولا من المعارضة. طيب. ثانيا وثالثا، وهما مسافة واسعة من قبل باقي القيادة. أنا في هاي الحالة أستاذ عماد، لأن الأمور نعم في هاي الحالة مضطر أعطي 50 أو 30 ثانية لك أستاذ مضر، حتى لا تقول أنك ما أعطيتني الوقت المخصص. 30 ثانية تفضل، تعقيب منك أخير. جاوزت الوقت المخصص أنا بس عشان تكون بالصورة، تفضل. الأكراد هم براء من الاتحاد الديمقراطي، من حزب الاتحاد الديمقراطي أي البيدي، والأكراد هم الجزء أساسي من الشعب السوري. ولكن نحن عندما ننظر إلى ما ارتكبته ميليشيات البيدي في محافظة. طيب. الحسكة هي جرائم. 30 ثانية لك أستاذ عماد. وكذلك النظام السوري وإيران وحزب الله وروسيا. طيب. وغيرها من فروع القاعدة، وكل ذلك أمام مرأة العالم ارتكبه. طيب. هذه المجازر. 30 ثانية لك أستاذ عماد بكلمة أخيرة. الشعب السوري بريء من كل من يرهن جزء من الوطن السوري لقوى خارجية، وهو بريء من هذه المعارضة، من أسود داعش والنصرة، وانتهاء بأعدى المعتدلين المجرمين حقيقة من أبناء الجيش الحر المنخرطين بشكل عضوي في عملية الاحتلال التركي. طيب خليني أشكرك من باريس الأستاذ عماد نجار كاتب سوري، ومن أورفا الأستاذ مضر الأسعد محلل سياسي. مشاهدينا إلى ملف حلقتنا الثالث.